نشكر مراسلتنا من بيروت مريم حموي على استعراضها لأبرز عناوين الصحافة اللبنانية. دكتور ظافر، يعني بناء على ما جاء في عناوين الصحافة اللبنانية، نرى أن هناك توتر على الحدود في لبنان حيث يتربص العدو، وأيضا هناك أزمة داخلية حكومية عكستها استقالة وزير الخارجية. كيف يمكن الإفلات من هذا الأمر بأقل الخسائر؟ هناك نقطتين مهمات فيما قرأت الأخت مريم. الأول حديث وزير الخارجية أو استقالة وزير الخارجية، والثاني هو تحركات العدو الصهيوني. بالنسبة لوزير الخارجية، أنا لم أرتاح فعلا لتصريحه بأن لبنان تنزلق لدولة فاشلة. هذا الإعلان أو هذا التصريح من وزير الخارجية يحمل عواقب سياسية كبيرة. الدولة الفاشلة تفقد فيها الحكومة سلطة احتكار حق استخدام العنف المشروع، يعني الشرطة والجيش. الدولة الفاشلة يصير ما عندها شرعية اتخاذ قرارات، الدولة الفاشلة ما تقدم الخدمات العامة، الدولة الفاشلة ما تتفاعل مع دول العالم في جوارها الإقليمي أو في العالمي. فأنا أعتقد أنه تصريح في غير محله من الوزير المستقيل. لبنان أعتقد أنها إن شاء الله بعد التغييرات اللي أعلنوا عنها، وخصوصا تدوير أو تغيير 5 وزراء، سيكون هناك تغيير نتفائل فيه. فدولة فاشلة أعتقد أنه تصريح بغير محله. فيما يخص العدو الصهيوني، عفوا دكتور ظافر، ألا ترى أن تصريح وزير الخارجية أتى من منطلق الحياة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان وظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها لبنان حاليا؟ أنا فندت ال5 أسباب أو ال6 أسباب اللي تدعو الدولة أنها تصبح دولة فاشلة. فأنا أعتقد صفة دولة فاشلة يحمل عواقب سياسية كثيرة، ليست في محلها أن يقال عن دولة فاشلة، لأنه يعفي السلطة من التزامات ويضعها في خانة من يتخلى عن شعبه، وهذا ليس صحيح، لم تصل لهذه الدرجة. الآن بالنسبة للعدوان الصهيوني أو العدوان الإسرائيلي على لبنان، نحن مع لبنان لكن نخشى ايضا من اسلوب او نهج تصدير الازمه للخارج. هذا في العلاقات الدوليه، عندما تعاني دوله من ازمه داخليه تصدر ازمتها للخارج. فما يقوم به الصهاينه مع لبنان نعي ما يجري، لكن نحذر من نهج تصدير الازمه للخارج. حزب الله حليف للحكومه يحاول حفظ ماء الوجه بمثل هذا الخلاف مع اسرائيل. الصهاينه ايضا نتنياهو يمر بازمه الضم، تشكيل حكومه